طيب شعبنا السوداني الكريم في كل مكان، السودان شماله جنوبه وسطه وشرقه وغربه، تحية ليكم انتوا بتدعموا وبتناصروا وبتآزروا قواتكم المسلحة اللي بتأدي دورة المنوط بها على الوجه الأكمل. نسأل الله نصر المؤزر، ونسألكم إنكم تواصوا في دعمكم ومؤازرتكم للقوات المسلحة. أضعف الإيمان الدعاء والتضرع للقوات المسلحة بالنصر على المتمردين، وأنا أبشركم إن شاء الله ما فضل كثير، بإذن الله ما فضل كثير، إن شاء الله النصر قريب ونحتفل بإذن الله بالنصر المؤزر القريب إن شاء الله. شايف الناس بدأت تجهز الرجوع، إن شاء الله ترجعوا العاصمة وتلقوها محررة وآمنة ومطمئنة وتحتضنكم من جديد بإذن الله تعالى. الناس تشيل الصبر شوية، الناس صبرت الفترة الفاتت، صغة في ربنا وفي قواتكم المسلحة، وقواتكم المسلحة بإذن الله هي قدر الصغة وما حتخزلكم. الناس تصبر، يلاقون كتار من الناس في الطرق وفي الشوارع وفي الممرات وبيسألونا اخواننا الشغلة دي ما قربت؟ سؤال يتكرر علينا كثير، نحب نطمنكم انه ان شاء الله قربت، ان شاء الله القوات المسلحة باذلة مجهود جبار، تضحية استشهاد يعني ما فضلت حاجة، وده واجبنا اللي ما مشهودين عليه بإذن الله تعالى. هانت وما فضل إلا القليل، ساعدونا بالدعوات وبالصبر وبالمؤازرة، وإن شاء الله الصبر وراه إن شاء الله مكاسب كبيرة جدا بإذن الله. نسأل الله النصر للقوات المسلحة، وربنا إن شاء الله يجعلكم آمنين مطمئنين في أي مكان أنتوا فيه. السلام عليكم.